ما يميزنا في المستشفى الوعي الجديد للطب النفسي وعلاج الإدمان. في ظل وجود العديد من المراكز العلاجية ومصحات علاج الإدمان، إلى أننا في مستشفى الوعي الجديد حرصنا على توفير كافة المعايير اللازمة للحصول على الجودة لنحظى على ثقة العملاء، وقد كان هذا من أول وهلة من إنشاء المستشفى منذ 20 عاماً. أولاً، مستشفى الوعي الجديد مستشفى إدمان مرخص، فلدينا تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والبيئة والعلاج الحر والمجتمع المدني، مع وجود تراخيص نقابة الأطباء أيضاً. وهذا يعتبر من أهم مطالب العملاء للثقة في ظل وجود العديد من المراكز والمستشفيات الغير مرخصة، وهي أولى المعايير والأسس التي يجب أن تضعها نصب عينيك حال الرغبة في الوصول إلى مستشفى لعلاج الإدمان أو مستشفى نفسي. ثانياً، الفريق العلاجي المميز والخبرة العلاجية العالية التي يتمتع بها جميع العاملين في مستشفى الوعي الجديد للطب النفسي وعلاج الإدمان. فإذا كنت تبحث عن أفضل مستشفى لعلاج الإدمان، فلابد من التعرف على الفريق العلاجي وخدمات العلاج المقدمة من خلال فريق علاجي واستشاريين على أعلى مستوى: دكتور عمرو يسري، دكتورة داليا محمد شاور، دكتور خالد صبري، دكتور أحمد فوزي، دكتور أحمد عزت، دكتور إيهاب هندي، دكتورة دعاء صلاح، دكتور هشام صلاح زكي سلوم. مع وجود الأخصائيين والأخصائيات على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، من بينهم دكتورة أسماء أنور عبد الغفار، أستاذ رضا توفيق، أستاذة سارة إبراهيم. مع فريق إداري مميز له خبرة وباع في علاج مدمن المخدرات، على رأسهم أستاذ علاء عبد المنعم وأستاذ حمادة زكي، والكثير من خبراء برامج التأهيل الحاصلين على دورات وشهادات معتمدة في علاج الإدمان والعلاج السلوكي ومدارس متنوعة. ثالثاً، الإقامة الفندقية الفاخرة، حيث أننا نعمل على توفير أفضل إقامة تلائم المريض في رحلة التعافي، كي لا يكون هناك أي معاناة أو تعب في طريق العلاج مما يساعده من عملية التعافي. رابعاً، وجود شيف متخصص وتقديم أفضل الأطعمة الصحية والمشروبات في المكان العلاجي، حيث لا يشعر المريض بفارق عن بيته فيشعر بالاستياء. ويجب علينا جميعا أن نعلم أهمية الغذاء الصحي في طريق العلاج من الإدمان وعلاج الاضطرابات النفسية بشكل عام. ومن هنا تحرص مستشفى الوعي الجديد للطب النفسي وعلاج الإدمان على تقديم التغذية عالية الجودة وذات القيمة العالية، مع الطعام الصحي الموحد للوجبات الثلاثة من خلال مطعم مجهز وصواني من أجل تقديم الطعام والوجبات في موعد محدد على مدار اليوم. خامساً، برامج التأهيل النفسي وتنوع برامج العلاج، مثل برنامج الاثنى عشر خطوة لعلاج الإدمان وبرامج العلاج السلوكي المعرفي والعلاج النفسي الديناميكي وغيرها من البرامج العلاجية بما يلائم طبيعة الشخص المريض. سادساً، توفير برامج المتابعة بعد العلاج من الإدمان من أجل الحفاظ على الأشخاص المتعافين من الوقوع مرة أخرى في طريق الإدمان. سابعاً، السرية التامة فيما يتعلق بخصوصيات المريض وأهله، وعدم البوح بأسرار المريض هي أهم شيء يجب ضمانه خلال مرحلة علاج الإدمان بالكامل. ثامناً، ارتفاع نسبة الشفاء من الإدمان مما جعل المستشفى السمعة الطيبة والصيت الحسن بين مستشفيات علاج الإدمان في مصر. في ظل وجود العديد من حفلات التخرج وخروج دفعة متعافية من الإدمان من مستشفى الوعي الجديد، مما يبث روح الأمل في إمكانية علاج مدمني المخدرات.